المسيح قام، حقا قام، نسجد لقيامتك المقدسة يا رب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. مر هذا العيد بحزن، ولكن قيامة الرب يسوع تعطينا الفرح والسلام، لأن يد الرب تبقى حاضرة مهما اشتدت الأزمات لتبعد عنا كل سوء. باسمي أنا ورعية البشارة في إربد نقدم أسمى التبريكات إلى سيدنا جوزيف جبارة الكلي الوقار والكهنة والرهبان والراهبات في الأردن، وإلى جميع المؤمنين خصوصا الدكتورة باسم السمعان، بيات الفرح، فرح قيامة المسيح. ونتقدم إلى ملكنا المفدى وكل الأجهزة الأمنية بالشكر والتقدير لما قدموا في هذه الأزمة، وكما قال سيدنا شد وبتزول، المسيح قام، حقا قام، كل عام وانتم بخير.